أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم برنامج ما يطلبه المؤمنون. في هذا اليوم ما راح يكون برنامجنا ساعة ونصف، بهذا اليوم راح يكون برنامجنا ساعتين، وراح أيضا يستمر أسبوعيا كل أربعاء، فساعتين من الترنيم والتسبيح، ساعتين من أجل أن نسمع أصوات المؤمنين الحلوين، وساعتين لكي مرنم من أجل تمجيد اسم الرب يسوع المسيح، لكي ما تفرح السماء بهذا اليوم، بهذا اليوم اللي راح نرنم به مع بعض اليوم. وبعد فترة غياب وانقطاع في الكهرباء ترجع معانا الأخت ريما. شلونك أخت ريما؟ أهلا وسهلا فيك. نور البرنامج بوجودك. أنا بشكرك، منور بوجود الرب يسوع أولا. آمين. وجودك وجود الأحباء المشاهدين، شكرا لكم وشكرا على دعمكم لهذا البرنامج ولبرنامج ما يطلبه المؤمنون. أخت ريما، هاي الفترة اللي غبتي بيها أكيد هسا أنت راح ترجعين ويانا دائما. يعني هللويا. إلهنا طيب. إلهنا طيب أكيد. وش تحبين تبدين اليوم بالبرنامج؟ شو تحبين تهدين للمشاهدين بما أنه صار لك فترة ماكو؟ شو راح تهدين لهم ترنيمة ببداية البرنامج؟ بما أني أنا مشتاقة للبرنامج ومشتاقة للمشاهدين ومشتاقة أنه نستلذ بحضرة الرب يسوع ونهدي له التسبيح، لأنه التسبيح له لائق. نحكي مشتاقين نسمع صوت الرب ونهديها لكم. يعني نسمع هسه ترنيمة مشتاقين. خلونا نسمع ترنيمة مشتاقين، ولأن اشتاقنا لكم أكيد، والأخت ريما أكثر اشتاقت لكم. خلونا نسمعها مع بعض ونرجع وياكم. خليكم ويانا. مشتاقين ع سحاب المجد نشوفك يا يسوع، نحنا مشتاقين شوفك جاي وبين كفوفك تخطف شعبك. مشتاقين ع سحاب المجد نشوفك يا يسوع، نحنا مشتاقين شوفك جاي وبين كفوفك تخطف شعبك. مشتاقين يا ملبسنا الحلة البيضة غاسلها بدمك، اشتقنا لليوم اللي فينا شوفك ونضمك. يا ملبسنا الحلة البيضة غاسلها بدمك، اشتقنا لليوم اللي فينا شوفك ونضمك. احفظنا من الشر وطهرنا، ثبتنا وزيد محبتنا. نشوفك مشتاقين ع سحاب المجد نشوفك يا يسوع، نحنا مشتاقين شوفك جاي وبين كفوفك تخطف شعبك. مشتاقين بعد ما سمعنا ترنيمة مشتاقين، خلونا الآن نسأل أسئلة الحلقة ونستقبل اتصالاتكم لكي ما نسمع أصواتكم الحلوة. أخت ريما، شو محضرة اليوم للمشاهدين؟ أسئلة صعبة ولا سهلة؟ أنت تعودوا عليش تقولين أسئلة سهلة، بس أنا دائما تجيني تليفونات يقول لي أخي سامي أنت أسئلتك صعبة صعبة صعبة، فشو محضرة لهم ريما؟ الكتاب المقدس كله سهل للي بيحبه وبيبحث. آمين. عنه ما فيش سؤال صعب. آمين. بس سؤالي سهل اليوم. من هو أول رسول اختير من قبل الرسل الـ11 بعد موت يهوذا الإسخريوطي؟ من هو الرسول اللي اختاروه الرسل الـ11 بعد ما مات يهوذا الإسخريوطي؟ اختاروا الرسول، شو اسمه؟ شو اسمه؟ وأنا عندي سؤال لكم أيضا،
سؤالي أسهل من سؤال لا لا سؤالي أصعب. يلا. من الذي شفى نعمان رئيس جيش ملك آرام؟ من الذي شفى نعمان رئيس ملك جيش آرام؟ خلونا من الآن راح نفتح الخطوط على 248-416-1300 أو اللي ما يريد يطلع ويانا على الهواء ويسمعنا صوته ترانيم@abnsad.com ترانيم@abnsad.com. ما نسيت الأخت ريما بهذه الفترة اللي غابت علينا بيها. خلونا نسمع أصواتكم حتى لو ما تعرفون الجواب، ممكن تطلعون وتطلبون ترنيمة، احنا نرحب بكم بأي وقت تتصلون بينا. ناخذ ترنيمة ثانية أخت ريما. بمراحم الربي، نحن عايشين بمراحم الرب. آمين. نسمع بمراحم الرب. آمين. خلونا نسمعها. افرحوا بالرب. معنا اتصال من الاخت فرح. اهلا وسهلا اخت فرح. فرح، ما يطلبه المؤمنون، تفضلي. هلا. اهلا وسهلا. هاي فرح. هاي فرح. هلا فرح. انا اريد صلاه الاخت زينه عليها كانسر. ايش اسمها؟ زينه. زينه، إلهنا طيب وإلهنا صالح يعطيكي مشتهى قلبك بشفاء أختك. أريد ترنيمة دايس على عسلك يا عالم. دايس على عسلك يا عالم. ويا فرح، أنت بتحبي تجاوبي على سؤال الحلقة؟ في سؤالين. سؤال مع الأخ وسام وسؤالي. أريد أجاوب. طيب أقرأ لك سؤالي أول. مين هو الرسول اللي اختاروه بعد ما مات يهوذا الإسخريوطي؟ اختاروا الرسل حتى يصير رقمهم 12، كانوا 11 بعد ما مات يهوذا الإسخريوطي. فرح، ايه مين هو الرسول؟ عرفتي رسول بولس؟ لا، رسول بولس. يعني انت روحي دوري بالكتاب المقدس
وأنا بدي أسهل عليك لأنك أول متصلة، روحي دوري بأعمال الرسل. أوكي. يلا واسمعي السؤال. مثل أنا أحب هذا البرنامج. وأنا إحنا بنحبك ويسوع بيحبك. فرح اسمعي سؤال الأخ وسام ما بيأسهل. فرح جاهزة فرح؟ إيه. إيش قد عمرك فرح؟ 11. 11. أوكي God bless you. من الذي شفى نعمان رئيس جيش ملك آرام؟ من الذي شفى نعمان رئيس ملك جيش آرام؟ سهلة مو؟ ما أعرف. ما تعرفين. يلا أبحثي بالكتاب المقدس بملوك الثاني. شكرا بشكرا. دايس على عسلك. نسمع دايس على عسلك. آمين. خلونا نسمع ترنيمة دايس على عسلك. 248-416-1300 للي يحب يتصل بينا. خليكم ويانا. تعطيها وعمره ما تروي العطشان من ما تحاول تغريني أو من مجدك تعطيني من ما تحاول تغريني أو من مجدك تعطيني أنا يسوع مكفيني وقلبي بحبه مليان دايس على عسلك يا عالم أنا بإلهي شبعان مر المي اللي بتعطيها وعمره ما تروي العطشان أنا نفسي أبي فرحاني بابن الإنسان ابن الإنسان بدم اشتراني وخلاني ملك وسلطان ملك وسلطان أنا نفسي أبي فرحاني ابن الإنسان ابن الإنسان بدم اشتراني خلاني ملك وسلطان ملك وسلطان لا فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان مش راح اقبلها لو كانت على عرشك راح بتملكني زمان لا فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان مش راح اقبلها لو كانت على عرشك راح بتملكني زمان مهما تحاول تغريني او من مجدك تعطيني مهما تحاول تغريني او من مجدك تعطيني انا يسوع مكفيني قلبي بحبه مليان دايس على عسلك يا عالم انا بإلهي شبعان مر المي اللي بتعطيها وعمره ما تروي العطشان من جديد نرحب بكم مشاهدينا مشاهدي الفضائية الآرامية ببرنامجكم ما يطلبه المؤمنون. قبل ما أخذ اتصال الأخت منتهى أريد أنوه على الأخت أنوار اللي فازت ويانا بالمرحلة السابقة واتصلنا بيها لكن الرقم غلط عندنا. يا ريت إذا تشاهدين الآن البرنامج يا ريت بأن تتصلين وتتركين رقم تليفونك وعنوانك لكي ما نبعث لك الهدية. نحن نعتذر عن هذا الشيء ويا ريت لو تتصلين بينا. وناخذ اتصال الان من اخت منتهى. تفضلي اخت منتهى. سلام الرب يسوع معكم. سلام الرب معك ايضا. مبسوطه اشوفك اخت ريما والاخ وسام. كابلز ممتاز. نشكر الرب عليكم. امين. ثانك يو لك وشكرا على اتصالك. سمعت السؤال. وشو الجواب؟ السؤال الاخت ريما سهل هالمره. الاخت ريما اسهل. وكمان انت سهل يعني very easy boss. يلا good that's good. سؤال اخت ريما هو متياس بالاعمال الرسل الاصحاح الاول. خلينا نشوف. It's easy. وانت اليشع. اليشع هنخلي I think هيك.
خلينا نشوف نهاية البرنامج. طيب منتهى يا يا عزيزة، شو بتحبي ترنيمة اليوم؟ حكيت أشواق للبركة جوانا حقيقة، حابين نسمع صوت الرب. تشبعنا رضا والدين فينا. امين يا حابين رضا الرب يسوع بهاي الايام، بحاجه الرب يسوع كل الايام. امين. واحنا متشوقين ويعطيكم نعمه. امين. شكرا. يسلمك الرب. شكرا على اتصالك ومبارككم. شكرا. ثانك يو اخت منتهى على اتصالك. خلونا نسمع ترنيمه اشواق للبركه، ونحن مشتاقين بان نسمع اصواتكم على 2484161300. ارفع سماعه التليفون، خلينا نسمع صوتك حتى نرنم مع بعض. خلونا نسمع هاي الترنيمه. جوانا اشبعنا رضا ودفن فينا، تغمرنا البركة وتملانا، انهارها تفيض من حوالينا، وبروحك تثمر في حياتنا وتبين ثمر الروح فينا، وبنعطش لحياة البركة بالضعف وأكثر تدينا، وأمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمرحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى، ونتوب وتعالج أراضينا، عايزينك تيجي بسلطانك تأمر لحياتنا بحرية، نثبت بالحق حررنا من كل خطية وعبودية، من كذب وباطل نقينا، وبروح الحق تنورنا، ارسل كلماتك واشفينا، اظهر بسلوكنا وغيرنا، وامر بالبركة في ايامنا، ارجع بمرحمك وحينا، اشراقة وجهك نستنى، ونتوب وتعالج اراضينا، عايزينك تملك في حياتنا، وبقوة روحك عيش فينا، تسكن في القلب وتملانا، من غير ولا ركن كلنا، املك في القلب وعلمنا، نديلك راحتك في كياننا، نور اذهاننا وفاهمنا، وتعامل مع بطء ايماننا، وامر بالبركه في ايامنا، ارجع بمرحمك وحينا، اشراقه وجهك نستنى، ونتوب وتعالج اراضينا، نكرز بكلامك بجساره، نزرع والمجد يكون لسمه، وبقوه روحك بحراره، نحصد ونفوس تعرف شخصك، قوينا فنعمل اعمالك، تدينا كمان اعظم منها، وحياتنا توافق افكارك، وايماننا يزيد ويتممها، وامر بالبركه في ايامنا، ارجع بمرحمك وحينا، اشراقة وجهك نستنى، وانتوب وتعالج اراضينا، وامر بالبركه بايامنا. الايه عجبتني، بتحكي عينا الرب نحو الصديقين واذناه الى صراخهم، في مزمور 34. امين. قديش وسام الرب مستمتع انه يشتم ذبيحه الحمد بهالتسبيحات. امين. واتصلت معنا الاخت ميرفات. الاخت ميرفات طلبت ترنيمه من الكنترول روم. احنا يعني منحب نسمع اصواتكم حتى
نتفاعل معكم، وهذا البرنامج هو برنامجكم. الأخت ميرفت موجودة، يعني بدها تحكي معنا. هلا أهلا هلو. أخت ميرفت، مساء الخير ريما. أهلا وسهلا، منورة يا ريما كالعادة. أنا بشكرك ريما. فيني أجاوب على السؤال؟ في عنا سؤالين، فأنتي جاوبي على سؤالي، وإذا سؤال وسام بعدك جاوبي عليه. أوكي. في عنا سؤالين ميرفت. أوكي حجاوب على سؤالك اللي هو مكياج. أوكي ثانك يو ميرفت حبيبتي. وفي سؤال الأخ وسام. ما هو ما بده تجاوب. لا بدها. بدك أوكي الجاوب. لا بدي أجاوب. أوكي يلا شو جوابك أخت ميرفت؟ أليشا. أليشا خلينا نشوف بنهاية الحلقة. ميرفت شو بتحبي تسمعي اليوم ترنيمة؟ إلهنا أمين. إلهنا أمين عظيم. وعظيم أمين. ثانك يو. أمين ثانك يو ميرفت على اتصالك. صوتك أفرحنا. ربي يبارككم. ويباركك أنت. أنت بركة. أخت ريمة كيف بتبدي الترنيمة؟ إلهنا عظيم إلهنا أمين وحافظ عهد سنين وسنين بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسدين. خلونا نسمع هاي الترنيمة مع بعض ونرجع وياكم. إلهنا عظيم إلهنا أمين وحافظ عهد سنين وسنين بيطعم شعبه في برية ويطلب أسرى ومسبين. إله دانيال ورب داود بنؤمن إنه مازال موجود بينجي عبيده حسب وعده من سجليات ويثوب بأسود. يا إلهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش حنوفي في مرحمة الدين ورجيك وأمانتك ثابتة وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش نسيب. يا إلهنا الصالح شكرا لي إحنا بنشكر مش هنوفي دي مرحمة جيل ورجيل وأمانتك ثابتة وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل. في قلب السجن ووسط إيديك بتيجي بقوة يا أوفى صديق ونوقف البحر قصاد شعبك تشق وتعمل منه طريق ما في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا جبار ونتهدو في مرة ولادك نشوفك وسط أتور النار. يا إلهنا الصالح شكرا لي مهما بنشكر مش هنوفي دي برحمة جيل ورجيل وأمانتك ثابتة وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش نسيب. إله أبائنا وأجدادنا عبودك لينا ولولادنا يا فادٍ من الحفرة حياتنا. من جديد نرحب بكم أعزائي المشاهدين، وخلونا نذكركم بأسئلة الحلقة للي هسه دي شاهدنا عن التلفزيون أو على الإنترنت على www.abnsat.com. أخت ريما ممكن تعيدي سؤالك على المشاهدين؟ من هو أول رسول أختير من قبل الرسل؟ باي ذا واي الأخت فرح ذكرت أنه في الرسول بولس هو أختير من قبل الله، لكن هذا الرسول أختير من قبل الرسل بعد موت يهوذا الإسخريوطي. آمين. أما السؤال الثاني، من الذي شفى نعمان رئيس جيش ملك آرام؟
من الذي شفى نعمان رئيس جيش ملك آرام؟ وناخذ اتصال من الأخت بلانش. أيوة. أهلا وسهلا بيكي. أهلا بحضرتك. نورتي البرنامج بصوتك. انتوا منورين الشاشه كلها وفرحانين جدا بنشوفكم بنستناكم بفوق الصبر. شكرا. هذا القلب المهب. البرنامج بتاعكم جميل وانا معجبه جدا بشخصيه الاخت ريم جدا مع الاخ وسام. ربنا يبارككم. الابتسامه والفرحه اللي على وشكم دي امجاد السما بالظبط. صدقيني المجد للرب. ده هو لغه السماء. امين. برنامج لغه السماء لان كلها افراح. آمين. التسبيح لائق وملاذ لإلهنا الفادي العظيم. آمين. أما المسابقة بقى ففعلا التلميذ الذي أختير من الرسل كان هو متياس أعمال الرسل 1:26. أوكي. سؤال الثاني. أما شفاء نعمان السورياني فالرب شفاه على يد نعمان النبي إليشع ملوك الثاني 5. متأكدة؟ أيوة. قد إيه؟ 100%. خليتيني أحكي مصري. أنا بديت أحكي مصري. أيوة مصري تمام. يباركك الرب أختي بلان. شو بتحبي تسمعي ترنيمة؟ ويزيدكم كل نعمة. أمين. شو بدك تسمعي ترنيمة أختي بلان؟ زيدوا المسيح تسبيح. آمين. أمين. آمين. خلونا نزيد المسيح تسبيح مع بعض ومع الأخت بلان ونسمع هاي الترتيلة ونرجع ناخذ اتصالاتكم على 248-416-1300. خليكم ويانا. أمين. المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال أبطال يمشوا بصليب قدامكم زيدوا المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال أبطال ويمشوا بصليب أحبائنا مشاهدين الفضائية الآرامية برحب فيكم أجمل ترحيب باسم الرب يسوع. بشكر الرب يسوع اللي خلاني أرجع لحتى أشوفكم وأتمتع بسماع أصواتكم. وهلا معنا أم سرمد الحبيبة الغالية على القلب. أهلا أم سرمد.
سلام رب المس عليكم حبيبي. يا هلا بالغالي. نور الآرامية بالحبايب. نشكر الرب النور. الرب يبارككم على البرنامج الحلو. آمين. أنا بشكرك. والرب يباركك يا أخ وسام حبيبي. هلا أم سرمد، مشتاقين لك هواية. أنا أسمع حبيبي، الرب يبارككم أنت وخطريمة على البرنامج الحلو. أختي. تنعشون قلوبنا به. آمين. أخت أم سرمد. أنا بس أشوف الشاب وسام، بتذكر الآية كسهام بيد جبار هكذا أبناء الشبيبة، فهو هو سهم بيد ملك الملوك ورب الأرباب الشاب وسام. آمين 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 آمين. خالة أم سرمد بتحبي تجاوبي على الأسئلة؟ أجاوب. الاسم الرسول الاثنى عشر كان مكياج. أيوة. وفي سؤال مع الأخ وسام. والشو اسمه النعمان السرياني، هو الرب شفاه بواسطة النبي إليشع. أمين. النبي إليشع. متأكدة أم سرمد؟ متأكدة. متأكدة 100% بالمليون. أم سرمد دارس الكتاب المقدس، ما فيش مجال للخربطة. يمكن أكو غلط. ما فيش مجال. أكو غلط، إذا أكو غلط أنت عندك أكو غلط وسام. أم سرمد شو بتحبي تسمعي ترنيمة؟ صدقيني أريد ترنيمة دي إيدي محطاني وحضني وضماني. آمين. هاي السفر عندي، هاي الترنيمة أحلى ترنيمة عندي. آمين. زين رنمي لنا إياها أم سرمد. حماني وحضني. يا حبيبي. يلا رنمي لنا مقطع منها. طيب محلو حبيبي. يلا رنم وياك، رنم وياك. مو معرف الصوت يجي قبل هذا، يعني ما أعرف شلون، خاف يصير غلط بالهذي. أوكي يلا نسمعها بالتلفزيون. اوكي حبيبي بشكرك على الاتصال. ثانك يو حبيبي، الرب يبارككم. ثانك يو ام سرمد. وجانا يا اخت ريما ايميل من الاخت زينه خلف، قالت الجواب الاول هو متياس والجواب الثاني اليشع، طلبت ترنيمه في وقت ضعفي وعجبها البرنامج وقالت الرب يحميكم. امين. شكرا لزينه. ثانك يو زينه. وخلونا نسمع ترنيمه ام سرمد وبعدين راح نسمع ترنيمه زينه في وقت ضعفي ونرجع وياكم. حضنك وضماني وعايا إلهية، هي كل ضماني، هي كل ضماني. دي إيديك محوطاني لحضنك وضماني وعنايا إلهية، هي كل ضماني، هي كل ضماني. دي حياتي تشهد لك، توصف غنى رعيتك بعصاك وعكازك، تعلن غنى عنيتك. دي ايديك محوطاني لحضنك وضماني وعنايا إلهية، هي كل ضماني، هي كل ضماني. من قبلها فادتني، من موتي أحيتني، وفي وقت ما رفضتك جيت أنت حبيتني. دي إيديك محوطاني لحضنك وضماني وعنايا إلهية، هي كل ضماني، هي كل ضماني. مديون أنا الحب. من جديد نرحب بكم مشاهدينا مشاهدي ما يطلبه المؤمنون،
وفقدنا الأخت مثال اللي اتصلت وفقدنا الاتصال وياها، يا ريت لو ترجعين تتصلين. ونذكر مشاهدينا بأن أرقام الآرامية 248-416-1300 للي يحب يشارك ويانا. أما اللي ما يحب يشارك ويانا ويشارك ويانا عن طريق الإيميل على ترانيم@abnsad.com، مثل مشاركة ويانا الأخت زينة خلف طلبت ترنيمة في وقت ضعفي وراح نسمعها بعد شوية أخت زينة. بس خلنا ناخذ اتصال من أم عمار. تفضلي أم عمار. مساء الخير حبيبي. مساء نشكر ربنا. شلونك انتي؟ الحمد لله. أخت ريما شلوني؟ وحشاني. بشكرك وحشتيني انت. ربي يبارك عليك في حياتي. امين. شكرا لك. يبارك الشاشة. منور منور هاليوم. بشكرك بيسوع. ثانك يو. هذا نور الرب يسوع. يسوع ان شاء الله يا رب. امين. بشكرك. ربي يحفظكم. خالة ام عمار بتحبي تجاوبي على السؤالين؟ تفضلي. الجواب الاول هو شو اسمه ملوك الثاني صاحي الخامس. يعني النعمان السرياني من شفان لشفان والرب على ايد اليشع. من قالوا راحوا غطس 7 مرات بالنهر الاردن. ايوه. وراح غطس 7 مرات بالنهر الاردن، رجع جلده طبيعي مثل ما كان، يعني كجلد طبيعي. يعني انا اعرف هذه اليشع وشفانه بواسطه الرب. بواسطه الرب. امين. الجواب الثاني اعمال الرسل اخر شيء اعمال الرسل الصحيح الاول عدد 26. ثم القى قرعته فوقعت القرعه على المكياج فحسب مع احد 12 رسولا. هذا الجواب الاكيد. متاكده ام عمار؟ متاكده. ايش قد متاكده؟ وحتى لو يطلع غلط استفاد من غلطه صحيح الغلط. اكيد اكيد. يباركك الرب. اكيد. يعني الواحد اذا ما يسقط ما ينجح. طبعا طبعا. اكيد اكيد ام عمار. الرب يبارك. وش حط الرب على قلبك اليوم تسمعين ترنيمه؟ حررني يسوع. هاي انا اموت عليها. حررني. احنا هم نحب هاي الترنيمه حبيبي. الرب يبارك عليك وعلى اخت ريما. منورين الشاشه حياتي. شكرا. ربكم يحرسكم. امين. شكرا على اتصالك وشكرا على محبتك وكلماتك المشجعه. احنا بنشجع احبائنا المشاهدين انه يكونوا مثل ام عمار، يعني يتواصلوا معنا ويشجعونا بكلامهم حسب الايه اللي بالكتاب المقدس بتحكي انه لا تخرج كلمه رديئه من افواهكم بل كل ما هو صالح للبنيان حسب الحاجه. فاحنا محتاجين للبنيان. امين. شكرا خاله ام عمار على اتصالك. ونسمع حررني يسوع. أنشد نشيد الحرية والعتق من العبودية، نلت السعادة الأبدية، وحررني يسوع. خلونا نسمعها مع بعض ونرجع وياكم. أنشد نشيد الحرية والعتق من العبودية، أنشد نشيد الحرية والعتق من العبودية، نلت السعادة الأبدية، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع، من حررني يسوع. حمل تقيل وريحني، قلبي حزين وفرحني، حمل تقيل وريحني، قلبي حزين وفرحني، وبروحه قد مسحني، حررني يسوع، حررني حررني يسوع، من عبودية إبليس حررني يسوع. ما في شي يشغل بالي، رب مدبر أحوالي، ما في شي يشغل بالي، رب مدبر أحوالي، درب على السما طوالي، حررني يسوع، حررني يسوع،
مهما تغير الزمان وعده حقيقي ومش أوهام مهما تغير الزمان ارفع صوتك بالإيمان حررني يسوع حررني يسوع حررني يسوع حررني يسوع حررني يسوع من عبودية إبليس حررني يسوع شمس وقمر ما يصيبوني سلام حررني يسوع هللويا من أجل الحرية اللي أعطانا إياها الرب انكسر الفخ ونحن انفلتنا بس وين رحنا مع يسوع وحلقنا بسماء الرب ومعنا الأخ عادل أهلا وسهلا أخ عادل سلام المسيح معك أخت ريم أهلا وسلام المسيح مع الأخ وسام سلام ومعك المسيح أيضا معك أنا فرحان جدا بصراحة لأنه وجود الرب يسوع المسيح مبين على وجوه الملائكة ريم ووسام أنا فرحان جدا في هذا البرنامج الجميل ومتابع له دائما أنا بشكرك يعني أشكر الأرامية لوجود هذه البرامج الجميلة مثل أنت تسأل والكتاب يجيب للأخ إسماعيل وما يطلبه المؤمنون للإخوان ريم ووسام نفرح بهذه البرامج حتى يكون الرب يسوع المسيح موجود في بيوتنا جميعا آمين أخ عادل الرب يبارك هذا القلب اللي بيشوف هالبركة الله يوفقكم الله يوفقكم أنا بدي أحكي مثل ما حكى القس الطيب الذكر القس موريس جرجس قال البشر فشر يعني إحنا ولا إشي بس الرب يسوع هو اللي بيطلع من هالتراب اللي بيطلع أواني صالحة للخدمة أخ عادل هو وجود السيد المسيح مبين في برنامجكم آمين سؤالي للجواب الأول للأخت ريم وقعت القرعة على أسنان يوسف ومتياس والرب اختار متياس هو رسول اللي يكمل 12 وسؤال الأخ وسام الملاك وسام أيضا نعمان السرياني شفاه نبي الرب أليشع وأشكركم على هذا البرنامج وأرجو أن تقدموا لي ترنيمة إني لرافع عيناي إلى السماء ويداي ممدودتان وأشكركم والرب يحميكم ويحمي الأرامية حتى تستمر بنشر كلام الرب يسوع المسيح حتى يكون القائد هو ورسول السلام لكل بيوت المسيحيين في العالم آمين آمين رب يسمع هاي الكلمات شو حلو التشجيع أخ تريمة من فم الأخ عادل والمشاهدين كلهم اللي يتصلون يعني بالفعل يعني حس أنا دا أحس من دا يحكي الأخ عادل يعني واو يعني أشكرك على هذا التشجيع الحلو أكيد كل هذا عمل الرب يسوع المسيح لا أنا مثل ما قالت أخ تريمة لا أنا ولا هي بس أنت ملاك يعني ملاك. بالحق أنت ملاك أنا بتعامل مع الأخ وسام كأني بتعامل مع قلب نقي قلب طفل Thank you وإجانا إيميل ثاني من سام حداد مرحبا أخ وسام منور الشاشة اليوم أنت والجد بقرب لي حداد بيقول منورين الشاشة أنت والأخت ريما We look gorgeous today مو إن شاء الله دائما منورين وممكن أطلب ترنيمة تعالوا إلي النزار شاهين إذا عدنا هاي الترنيمة راح نحطها وإذا ما عدنا هاي الترنيمة راح نختار ترنيمة ثانية النزار شاهين خلونا نسمع ترنيمة الأخ عادل إني لرافعون ونسمع ترنيمة أيضا الأخت زينة في وقت ضعفي ونرجع نتواصل وياكم على 248-416-1300 عيناي
السماء ويداي ممدودتان إليك يا رب العلا اسمع صلاتي واستجب دعائي في وقت ضيقي بحثت عن النجاة فجئت إليك قائلا يا رب الحياة اسمع صلاتي واستجب دعائي إني لارى رافع عيناي إلى السماء ويداي ممدودتان إليك يا رب العلا اسمع صلاتي واستجب دعائي آتي إليك في هيكل من جديد نرحب بكم أعزائي المشاهدين وناخذ اتصال من أخت ماريا. تفضلي أخت ماريا. سلام المسيح معك يا أخ وسام. سلام المسيح معك ومع أخت ريما ومنورين الشاشة وروح القدس معاكم. أمين. أهلا يا أخت ماريا. يا بركة. أهلا بك. بركات أنتم مملوئين روح القدس والرب يحميكم ويستخدمكم أكثر أكثر بخدمة الرب يسوع. أمين. امين امين امين. اكيد هذا نوركم نور يسوع. هذا اكيد نور الرب يسوع. واطلب ترنيمه نبيب لبيب مالي سواك. مالي سواك. اوكي. نعم. شنو اجوبتك على اسئله بالنسبه لسؤال الاخت ريما؟ هو ماتياس. سهل سهل سهل. نعم هو سهل. هم كانوا اثنين هو ويوسف حطوا القران صارت قرعه على ماتياس. اوكي. والسؤال نعم. الثاني السؤال الثاني هو اليشع. اليشع هذا. نعم. ما انتم متاكدين من عنده هذا الجواب؟ نعم نعم متاكد. سؤالك سهل يا اخوي. لا مثل ما قالت الاخت اذا ما اذا غلط هم نستفاد بس أكيد. انا متاكد اكيد اكيد. نعم. اكيد. لا تخليني اشوف. يا رب بشكرك اخت ماريا على الاتصال. يباركك الرب. ثانك يو اخت ماريا. شنو طلبت؟ شو طلبتي ترنيمة أجين؟ طب أنتي رنميها إذا عرفتي مالي سواك. منو أنا رنمها؟ يلا رنميها. يلا نسمعها. لا لا أنا لا أنا صوتي ما حلو. مالي سواك مالي سواك. مالي سواك. جاهز الترنيمة. مالي سواك. مالي سواك. نعم. مالي سواك. خلونا نسمع ترنيمة مالي سواك مع الأخت ماريا ومع المشاهدين والأخت ريمة دا ترنمها. طبعًا اليوم الأخت ريمة شغال دا ترنم. خلونا نسمع هاي الترنيمة ونرجع وياكم. آمين. سيدي حياتي رضاك يا سيدي. ما لي سواك يا سيدي. حياتي رضاك يا سيدي. أنت متكلي تطمئن نفسي. أشهاك يا سيدي. نفسي لا تسلاك يا سيدي. حلو ما أشهاك يا سيدي. نفسي لا تسلاك يا سيدي. تفرح قلبي أمرت لي ألقاك يا سيدي. عذب
ما أحلاك يا سيدي حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي أبدل همي تفرج عني يا سيدي عيناي تراك يا سيدي في وسط الأشواك يا سيدي عيناي تراك يا سيدي تضمد جرحي تجدد فرحي يا سيدي عيني لعملاك يا سيدي نفسي في حماك يا سيدي عيني لعملاك يا سيدي قوتي حبك صخرتي الله يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة موجودة بكورنثوس الثانية 1:4. قديش في ناس عم بتئن، قديش في ناس تعبانة، بالذات هلا بالشرق الأوسط وبالذات بسوريا والعراق. بالفعل العالم بحاجة إلى معزي، وما في معزي مثل الرب يسوع. ومعنا الأخت سلوى. أهلا وسهلا أخت سلوى. يا هلا بك أخت ريم، أنت والزميل المعاكي وسام. Thank you. أهلا وسهلا. شلونكم؟ شلون الصحة؟ نشكر الرب. نشكر الرب. أوكي. هو سؤال أشكان أسا فتحت الإنترنت. طيب إحنا في عنا سؤالين، في سؤال سهل وفي سؤال جدا صعب، بس أنا واثقة أنك رح تعرفي تجاوبي. شو من هو أول رسول اختير من قبل الرسل الـ 11 بعد موت يهوذا الإسخريوطي؟ هو متياس، وقعت القرعة علينا. طيب يا رب تكوني من الناجحين. وفي سؤال مع الأخ وسام، نسمع سؤال الأخ وسام. تفضل. يلا، من الذي شفى نعمان رئيس جيش ملك آرام؟ النبي إليشع. متأكدة؟ متأكدة. 100%؟ إيه 100%. خلينا نشوف نهاية الحلقة. أخت سلوى، شو بتحبي تسمعي ترنيمة؟ أنا أحب كل الترانيم مال القناة العرامية، بس عندي حفيدتي صغيرة عمرها 6 سنين هي بنفسها قالت لي أريد ترنيمة أحبك ربي يسوع. أحبك ربي يسوع. نعم. آمين. ثانك يو أخت سلوى على اتصالك، ونسمع ترنيمة أحبك ربي يسوع. أحبك ربي يسوع. أحبك ربي يسوع.
ليس لي سواك. خلونا نسمعها مع بعض هاي الترنيمة. أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، وليس لي سواك. أتبعك ربي دوما، أتبعك بلا أرجو، أسبح اسمك قدوس، وليس لي سواك. أتبعك يا ربي دوما، أتبعك بلا رجوع، أسبح اسمك وليس لي وسهلا أحبائنا المشاهدين من جديد، منرحب فيكم أجمل ترحيب وبنحكي لكم شكرا على تواصلكم، وهذا البرنامج برنامجكم، سمعونا أصواتكم على 248-416-1300، والأخ وسام رايت ناو بتصلوا الإيميلات على terenim@abinsad.com. وصلنا إيميل من شخص: Please, I like to listen to the song يا حبيبي يا يسوع for singer Sarkis. ما أعرف إذا عدنا هاي الترنيمة أو ما عدنا. وإذا ما عدنا هاي الترنيمة راح نحط لك ترنيمة ثانية للأخ Sarkis. خلونا نشوف شو محضر الكنترول روم ترنيمة للمشاهدين اللي بعثوا لنا إيميلات، ونرجع نتواصل وياكم. في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. I'm
تمسح دموعي وترثيني تشبع جوعي ربي يسوعي وتهديني إلي تدمي إليك أرجو مسلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيديك. من جديد نرحب بكم مشاهدينا مشاهدي الفضائية الآرامية وناخذ اتصال من أخت أنوار. تفضلي أخت أنوار. مساء الخير. سلام ونعمة. سلام ونعمة معك. نشكر ربنا. أشونك يا أخت ريما. أشونك أخوي سام. بشكرك ربنا. كيفك أنتي؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. أخت أنوار أنت اللي ربحتي ويانا الأسبوع اللي فات. أي نعم. يا ريت لو تتركين رقمك وعنوانك هالمرة بالكنترول روم لأن فقدناه المرة الفاتت وما قدرنا أن نتصل بيك. ما مشكلة. ما أو ابعتي لنا إياه على الإيميل على ترانيم@abnsad.com. أوكي أوكي ما مشكلة. أوكي أختنا. شنو أجوبتك أخت أنوار؟ الجواب اللي هو قاعد يعني موجود من كل ثاني لصاح الخالق. يعني النعمان السرياني لما شفى من البرص من 7 مرات غطس بالماء وطلعهم يعني هو يعني طلع يعني شفى من المرض مالته. والسؤال الثاني يعني إليشا. إليشا أول اللي شفانه. أوكي ما أنا كنت أنتظر الاسم. أوكي. والسؤال الثاني هو بعمل الرسل وقع الاختيار على متياس يعني وقع من ضمن 11 رسولا. أعمال الرسل الإصحاح الأول عدد يعني هو يبدي من عدد 15 في نهاية الإصحاح. Thank you. بس يعني عدد 26. متأكدة؟ إيه متأكدة إيه. 100%؟ 100%. 1000000%؟ مليون. أوكي. وش تحبين تسمعين ترنيمة ويانا؟ أي ترنيمة من المرنم ليث. أوه المرنم ليث. أوكي حلو. خلينا نشوف. ثانك يو على اتصالك. خلينا نشوف شو محضر الكنترول روم للمرنم ليث وايضا للكنترول روم. يا ريت لو تحطوا لنا بعد هالترنيمه ترنيمه للاخ نزار فارس اي ترنيمه اذا ما عندنا ترنيمه تعالوا اليها ونرجع ناخذ اتصالاتكم على 248-416-1300. حلي كل أيامي حبك ما يغيب عن بالي بينور قلب الليل بتردي كل ضياع وبتشبع اللي جاع حضنك واسع بساع ويقول للحزن وداع بتردي كل ضياع
وبتشبع اللي جاع حضنك واسع بساع ويقول للحزن وداع حبيت إنساني لذاته كنت له قارب لنجاته أحيته بعد ما ماته وبقيت له راعي في مراه حبيت إنساني لذاته كنت له فلك نجاته أحيته بعد ما ماته وبقيت له راعي في مراه دخلني العمق معاك أتمتع برؤيا تتملى عيوني بها لحد ما ألقاك دخلني العمق معاك أتمتع برؤيا تتملى عيوني بها لحد ما هلقى مستني في غربة يا غالي تيجي تبدل أحوالي تاخدني السما طوالي وتدوم أفراحي معاك مستني في غربة يا غالي تيجي تبدل أحوالي تاخدني السما طوالي وتدوم أفراحي معاك وتدوم أفراحي الأخ إبراهيم. أهلاً وسهلاً أخ إبراهيم، أنت على الهواء مباشرة على برنامج ما يطلبه المؤمنون. أخ إبراهيم طلعني من حلوة يا أنت معنا؟ ألو بلى يسلموا كثير على البرنامج الحلو يعطيكم العافية طلعني من حلوة الله يعافيك بشكرك يباركك الرب والطالع حلوة عزيتونا كثير اليوم بس كان في لي طلب إذا في إمكان لإلهنا عظيم آمين. سامح يمكن سامح روبيل آمين. آمين آمين موجودة بليز أوكي تدلل من عيونه الرب يباركني يعطيكم ألف عافية ثانك يا حبيبي ويباركك بتحب تجاوب على أسئلة الحلقة في سؤالين من... تفضلي في سؤال أنا عملته اسمه من هو الرسول اللي أختير من قبل لـ11 رسولا حتى يكون بدل يهوذا الإسخريوطي متياس متياس متأكد my memory can help يلا ومعنا سؤال ثاني مع الأخ وسام السؤال الثاني من الذي شفى نعمان رئيس جيش ملك آرام أليشع أوكي خلينا نشوف نهاية الحلقة طيب أوكي عزيزي ثانك يا أخ إبراهيم على اتصالك شو ترنيمة ثانك يا حبيبي إلهنا عظيم إلهنا عظيم إلهنا عظيم ثانك يو خلونا نسمع ترنيمة إلهنا عظيم ونرجع نتواصل وياكم على 248-416-1300 أنا حابك نقدم له شكر وتسبيح ونعترف بفضله نقول له إلهنا عظيم إلهنا أمين حافظ عهده سنين وسنين بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبين إله دانيال ورب داود بنؤمن إنه ما زال موجود ينجى عبيده حسب وعده من سيف جولييت وجب أسود يا إلهنا الصالح شكرا لك مهما بنشكر مش هنوفيك دي مرحمك جيل ورا جيل وأمنا
ثابتة وما بتزول عمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل في قلب السجن وسط الضيق بتيجي بقوة يا أوفى صديق وإن وقف البحر قصاد شعبك تشقه وتعمل منه طريق لا في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا جبار وإن اضطهدوا في مرة ولادك نشوفك وسط أتون النار يا إلهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفيك دي مرحمك جيل ورا جيل أمانتك ثابتة وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل ده إله أبقنا وأجددنا عهودك أوهام كل الحياة أوهام من غير يسوع أوهام لو حليت الأيام من غير يسوع أوهام أوهام كل الحياة أوهام من غير يسوع أوهام لو حليت الأيام من غير يسوع أوهام ما حاولت في بعادي ما اسمعش صوتك بينادي يهمس يقول العالم يضحك عليك لكن ما قدرتش على صوتك صوتك فكرني انا بموتك صحاني في كلمة حبيتك انا راجع ليك فكرت هلاقي الحرية لما بعد وامشي لوحدي يمكن ايامي ولياليا تخفى عليك هتريني في وحل العبوديه بغرق فيها شويه شويه مش دي الحريه الحقيقيه انا راجع ليك كل الحياه اوهام من غير يسوع اوهام لو حليت الايام سامحني كنت في يوم خنتك حبيت العالم وانكرتك انا عارف ربي اني وعدتك انا هفضل ليك لكن وعدك تستناني لما ارجع لك انا من تاني تغفر لي وتنساني اناني انا راجع ليك سامحني كنت في يوم خنتك حبيت العالم وانكرتك انا عارف ربي اني وعدتك انا هفضل ليك لكن وعدك تستناني لما ارجع لك انا من تاني تغفر لي وتنساني اناني انا راجع لي جديد نرحب بكم مشاهدينا مشاهدي ما يطلبه المؤمنون وهاي اقسام اهدينا لك ترنيمه اوهام لان ما عندنا ترنيمه تعالى الي وناخذ اتصال من ام ايمن تفضلي ام ايمن انت على الهواء اهلين اهلين اهلا بيكي بهنيكم بهالبرنامج والله يعطيكم العافيه
والله كثر امثالكم. ثانك يو. يعافيك الرب يا ماما، انا بشكرك على اتصالك. العفو يا حبيبتي. كيف صحتكم ايمن؟ اهلين اهلين، احنا ما بنستغني عنكم، احنا ما بنترك اولاد الرب. امين. ولا احنا، ولا احنا ما بنقدر نستغني عن اصواتكم اللي بتفرحنا. اهلين حبيبتي. ثانك يو. شو اجوبتك يا ام ايمن؟ شو بتحبي تساليني؟ بلكن ما بعرف جواب. يلا انا بسالك اول سؤال. رح نساعدك، مش رح تطلعي فاشله معنا بهالبرنامج. لا لا اكيد اكيد ان شاء الله الله بيبعد الفشل عنا. امين. اليوم الاسئله سهله، واسهل واحد كان سؤال اخت ريما. اول سؤال، من الذي شفى نعمان رئيس جيش ملك ارام؟ صوت مش واضح بالمره. اوكي شوي شوي. من الذي شفى نعمان رئيس جيش ملك ارام؟ شوف هيك صايره وزن يعني. من الذي شفى اليشا؟ متاكده اليشا؟ امين. اوكي خلينا نشوف اخت ريما شو عندها سؤال. امين. خاله ام ايمن، في عندي سؤال، من هو الرسول الذي اختير من قبل الرسل ال11 بعد موت يهوذا الاسخريوطي؟ انا ما سمعتشر اول السؤال، الصوت من مره مش واضح. يعني بعد موت يهوذا الاسخريوطي اختاروا رسول يكون بداله، مين الشخص اللي اجى بدل يهوذا الاسخريوطي اللي عملوا قرعه عليه؟ مريم المجدلية؟ لا خالة افتحي. مش مريم المجدلية، شخص، رجل رجل, رجل. مش عارف الجواب هذا. خالة افتحي أعمال الرسل. معلش أعطيني إياه أنت. نعطيك الجواب. أوكي، هو يبدي يا خالة بحرف الميم. هو اسمه أقول لا. خالة يعني إحنا بس مشان نحفز المشاهدين يتصلوا معنا، يعني أنت نجحتي بالسؤال الأول، بس أنا بوعدك إذا تابعتي البرنامج لنهايته رح تعرفي كثير سهل. هو بأعمال الرسل. افتحي أعمال الرسل إصحاح الأول. yeah. خالة أم أيمن، شو بتحبي تسمعي ترنيمة؟ بسمع أنا عايزك أنت يا صاحب القوات. آمين. تشغل يمينك وتعمل معجزات. أي نعم أي نعم. أمين. والرب طلب بتصلوا أنتوا كمان؟ منصلي. شو طلبتك ماما؟ طلبتي انه ابني، انا حكيت مره معك انت وانت صلتي له بالذات وتغير كثير، وبدي كمان ربي يكمل معروفيته معانا، يكمله. أمين. ما ياخذش دراج ولا شغلات هاي بالمره. رب امين. الهنا صلتي له. امين يا ماما، الهنا صالح وامين. قال الرب يسوع بيحكي تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلية الأحمال وأنا أريحكم. أنا إله جاي. أمين. أمين. والرب اللي بيلجأ إله ما بيخرجوا خارجاً بدون ما يحقق له الطلب، لكن في وقته يسرع به. مرات الرب يعني بيطول علينا، بس في وقته يسرع به. أمين. 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 عشان هيك طلبت، أنا عايزك أنت، أنا عايزه. أمين. آمين آمين. هو موجود، هو حاضر دائما. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات. تشغل يمينك. وشكرا لكم، شكرا ألف شكر. شكرا على اتصالك. ثانك يو ثانك يو ثانك يو أم أيمن. تشغل يمينك وتعمل معجزات. آمين. نسمعها؟ يلا يلا نسمعها مع بعض هالترنيمة. وأيضا يا ريت لو يحضروا لنا ترنيمة السركيس دياربي لأخونا اللي بعث لنا إيميل لترنيمة الأخ سركيس، نرجع نتواصل وياكم. معجزات
عايزك انت يا صاحب القوات. فعلا اللي بيلجأ للرب ما بيفشل ابدا. امين. ومعنا الاخ نبيل. اهلا وسهلا اخ نبيل. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا، احنا معجبين هواي بالبرنامج بصراحه. ثانك يو. أخ نبيل يا ريت توطي صوت التي في وتسمعنا من خلال التليفون. أوكي. لأنه عم نسمع الصدى. أوكي، بالنسبة للسؤال الأول إليشع. أيوة. واللي اختار اللي تقصد التلميذ اللي اختار اللي اختاره التلاميذ مو؟ نعم. لا ركز معه عم بيعمل. لا السؤال الأول. لا تغلطني. بده يخليك ما تربح. زين. بالنسبة للسؤال الثاني بس ما متأكد منه، يمكن مرقس. مرقس. أنت يعني صح شوي، مرقس هو الرسول اللي اختاره الله بنفسه. بس في رسول ثاني اختاروه الرسل ال 11. أكيد رح تعرفه. إيه الحمد لله وصلنا. زين وصلنا شويه يعني عليه زين. اوكي بالنسبه للترنيمه نطلب ترنيمه القس سركيس مالي غيرك. مالي غيرك. اوكي عزيزي. ثانك يو اخ نبيل. ثانك يو اخ نبيل. انا مرحبا، احنا نشكركم جدا لانه البرنامج كلش حلو ولطيف ويثقف. نشكركم على اتصالك. ثانك يو عزيزي. ثانك يو على اتصالك وتشجيعك. وطلبوا ترنيمة سركيس والإيميل جانا عن ترنيمة سركيس، وخلنا نسمعها مع بعض هاي الترنيمة
ونرجع على 248-416-1300 او على الايميل نتواصل وياكم ب 24/7 مو 24/7 انا اللي راح اكون معاهم على ترانيم@abnsad.com. خلينا نسمع الترنيمه. مالي غيرك انا مالي الجأ لي ربي وانا تعبان مالي غيرك احتمي بي لو جار الزمان مالي غيرك انا ربي وانا تعبان مالي غيرك احتمي بي لو جار الزمان انت الضامن بكره ويومي انت بتعطي راحة نومي انت الضامن بكره ويومي انت بتعطي راحة نومي انت وحدك بس بقدر ألجأ لي مالي غيرك ألجأ لي ربي وانا تعبان مالي غيرك احتمي بي لو جار الزمان مالي غيرك ألجأ لي ربي وانا تعبان مالي غيرك احتمي بي لو جار الزمان انت ضامن بكره ويومي انت بتعطي راحة نومي انت ضامن بكره ويومي انت بتعطي راحة نومي انت وحدك بس انت وحدك بس بقدر ألجأ لي انت بتمسح دمع عيوني بتبدد قهاتي انت مبارح يومي وبكره عمري وكل حياتي انت بتمسح دمع عيوني بتبدد قهاتي انت مبارح يومي وبكره عمري وكل حياتي بتطمني وبتحضني ما بتتركني لحظة عنيك مالي غيرك انت ضامن بكره ويومي انت بتعطي راحة نومي انت ضامن بكره ويومي انت بتعطي راحة نومي انت وحدك بس بقدر ألجأ لي وقت التعب وقت الحزن انت تعزيني بأتون اللهب وسط المحن روحك يحميني وقت التعب وقت الحزن انت تعزيني بأتون اللهب وسط المحن روحك يحميني انت رفيقي بطريقي وقت ضيقي بلجأ لك مالي غيرك انت ضامن بكره ويومي انت بتعطي راحة نومي انت ضامن بكره ويومي انت بتعطي راحة نومي انت وحدك بس بقدر ألجأ لي مالي غيرك ألجأ لي ربي وانا تعبان مالي غيرك احتمي بي لو جار الزمان مالي غيرك ربي وانا تعبان مالي غيرك. من جديد نرحب بمشاهدينا مشاهدي الفضائية الآرامية ومؤمنين ما برنامج ما يطلبه المؤمنين. خلينا نعيد عليكم أسئلة الحلقة لهذا اليوم وباقينا 20 minutes على نهاية البرنامج.
خلينا نشوف السؤال الأول مع الأخت ريما. من هو أول رسول اختير من قبل الرسل الـ11 بعد موت يهوذا الإسخريوطي؟ انتبهوا، بعد موت يهوذا الإسخريوطي. أما السؤال الثاني، من الذي شفى نعمان رئيس جيش ملك آرام؟ من اللي شفى؟ خلونا نستقبل اتصالاتكم على 248-416-1300 أو على الإيميل ترانيم@abnsad.com. معنا الأخ سلام. معنا الأخ سلام. خلونا نأخذ اتصال من الأخ سلام. تفضل أخ سلام. إيه ألو، مساء الخير. مساء النور عزيزي. كيف الحال؟ نشكر ربنا، كيفك أنت؟ الحمد لله، بس أنا اسمي سالم مش سلام. أوه يلا. أهلا وسهلا أخ سالم. أهلا بك. عزيزي، بالنسبة لإجابة الأسئلة، النبي إليشع واللي اختاروه الرسل بعد يهوذا الإسخريوطي هو متايوس. متأكد من أجوبتك؟ يسر. قديش؟ مبين مبين يسر. وإحنا بالأردن بنحكيها 100-200%. هو في عندنا أردنية هون يعني. يعني طلع بالربي. يعني أنا راح أطلع من الموضوع. أهلا سالم. أهلا. Thank you على اتصالك. شو بتحب تسمع ترنيمة؟ يعني أول شيء كنت حاب أغنية أم وأم تنادي. عمين. بس إذا في مجال أوستو على السحاب راح يجمعنا على السحاب. Whatever is available. أوكي. خلينا نشوف الكنترول شو محضر. طيب نشوف شو هلا الكنترول. Yes. Thank you على اتصالك. Thank you so much. الله معكم. أمين. Bye bye. Thank you. ربي يكون معك. Bye bye. خلونا bye نسمع bye. الترنيمة اللي طلبها أخ سالم. ونرجع نتواصل وياكم. خلوكم ويانا. يلا اهدف معي للمستحق. yes. آتي أيضا. قال آتي أيضا وأخذكم معي، وحيثما أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وعد وعد رح يجي وقرب يجي على أبواب. عالابواب جرب يجي، عالابواب عالسحاب رح يجمعنا عالسحاب. يلا يا شعب الرب. عالابواب جرب يجي، عالابواب عالسحاب رح يجمعنا عالسحاب. تعو نتمسك بالوعود ونتسلح فيها تيعود، ونضرب بابي ودف وعود نترنم له شيخ وشاب. عالابواب جرب يجي، عالابواب عالساحات رح يجمعنا عالساحات. نصحى من وهم العيان نرجع نحيا بالإيمان، ونتبع خطوات بأمان للهجم كلام الكتاب. عالأبواب جرب يجي، عالأبواب عالساحة رح يجمعنا عالساحة. لا رؤيا ونفسي
حبيبنا يسوع عالسحاب راح يجمعنا عالسحاب يبع الأبواب درب جيشي عالأبواب عالسحاب راح يجمعنا عالسحاب درب يجي عالأبواب. يا ناتالي انت متجهزة لمجيء الرب يسوع؟ أهلا وسهلا بناتالي. هاي أخت ريما أرغب معاكم. هاي أخت ناتالي أهلا وسهلا. كيفكم؟ احنا مشتاقين لها الصوت الملائكي. نايس تسيو أجين أخت ريما. ثانك يو. أنا مبسوطة أسمع هالصوت الحلو وهالقلب الأحلى. ثانك يو ناتالي. يلا بدك تجاوبينا على الأسئلة؟ بتحبي أعيد لك تحبي أعيد لك الأسئلة؟ قراءة الأسئلة؟ بكيفك. طيب مين هو أول رسول اختاروا الرسل بعد موت يهوذا الإسخريوطي؟ هذا ميخائيل. ما لي متأكدة من هذا. من هو؟ ميخائيل. ميخائيل. زين أسألك سؤالنا التالي. شنو؟ شو وقت بدأتي تشوفين البرنامج؟ شو وقت هذا؟ يعني قبل نص ساعة هكذا. زين ما سمعتي الأجوبة على الهواء؟ لا لأن هسه أنا قاعدة اتصلت بيك. إيه. طيب ناتالي اسمعي سؤال ثاني. في سؤال ثاني مع الأخ وسام وبدي إياكي تسمعي لنهاية الحلقة لأنه أنا بدي أربحك. اسمعي وإذا عرفتي الجواب الصح اتصلي بالكنترول روم واحكي الجواب الصح عشان بلكن تكوني من الرابحين. اسمعي السؤال الثاني. هي تعرف أني أسئلتي سهلة مو صح؟ إيه بس sometimes no مو سهلة. أوكي. من الذي شفى نعمان رئيس جيش ملك آرام؟ هذا سهل. إلى إليشا. ها شفتي؟ Good job. إيه مو قلت لك. Good job ناتالي. وحبيبتي شو بتحبي تسمعي ترنيمة تقدميها لملك الملوك ورب الأرباب؟ أريد هذا مع أيمن كفروني. أنت هو المسيح. أنت هو المسيح. لأيمن كفروني. آمين. طيب thank you ناتاليا على الاتصال ونسمع أنت هو المسيح. أنت هو المسيح ابن الله الحي. أنت اللي فيك قدرنا نقشع بالله بيت. أنت هو المسيح ابن الله الحي. أنت اللي فيك قدرنا نقشع بالله بيت. هيدي هي الحقيقة والخطوة الجريئة. هيدا هو الاعتراف اللي بطرس قاله ما خاف. واعترافه صار الصخرة واعلانه صار الاساس. وعلى الصخرة كان الوعد الكنيسة رح تبنيها. وبواب جهنم على الارض مش رح تقدر تحميها. على الصخرة كان الوعد الكنيسة رح تبنيها. ودواب جهنم على الأرض مش رح تقدر تحميها. انت هو حجر الأساس جسدك نحنا وانت الراس. نحنا بهالعالم من دونك عطشان بصحراء بلا مي. انت هو المسيح ابن الله الحي. انت اللي فيك قدرنا نقشع بالله بيك. انت هو المسيح ابن الله الحي. انت اللي فيك قدرنا نقشع بالله بيك. من جديد نرحب بكم مشاهدينا وناخذ اتصال من مريان. اهلا مريانا. مريان الو مرحبا. اهلا وسهلا. مرحب.
شلونكم؟ احنا زينين، انتو شلونكم؟ الحمد لله. الحمد لله. شنو اجوبتك مريان؟ العفو؟ شنو اجوبتك؟ ما خالفش مع الأسئلة؟ طيب أوكي. في عنا سؤالين. اول سؤال بحكي ايش اسم اول رسول اختاروا الرسل بعد موت يهوذا الاسخريوطي؟ متياس. متأكدة؟ ايه متأكدة. جود جاب. انت اذا تغششين من ورايا طيب كاترين. لا ما دا غشش صراحة. هسه فتحت الانجيل وشفتها بالانجيل. طيب سمارت. يلا نسمع السؤال الثاني من الأخ وسام. يلا، منو اللي شفه نعمان رئيس جيش ملك آرام؟ إليشاء. لا هاي غلط. ممتاز. هاي غلط مريان. أنا ما عندي غير هذا جواب، بس ليش غلطي؟ مو لازم المفروض تكون صحيحة؟ دا تزاغل. أنا دا زاغل؟ لا أنا وين؟ لا جوابش صح. لا جوابش صح. مريان حبيبتي ثانك يو على اتصالك. شو بتحبي تسمعي ترنيمة؟ شكرا، أنا أحب أسمع مالي سواك يا سيدي. مالي سواك. أوكي مريان. نسمع ترنيمة مالي سواك. شلون تبدي مالي سواك اخت ريما؟ مالي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي. رنمي مريان. رضاك يا سيدي، انت متكلي توني. آمين آمين. خلينا نسمع هاي الترنيمة مع بعض ونتواصل وياكم على 248. Hello, you're welcome Marianne. 248-416-1300 أو عن طريق الإيميل ترانيم @abnsad.com. مالي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي. 8 أنت متكلي طمئن نفسي، حلو ما أشتاك يا سيدي، نفسي لا تسلاك يا سيدي، حلو ما أشتاك يا سيدي، نفسي لا تسلاك يا سيدي، تفرح أمرت لي دربي حينما ألقى يا سيدي، عذب ما أحلاك يا سيدي، حينما ألقى يا سيدي، عذب ما أحلاك يا سيدي، أبدل سيدي، عيناي تراك يا سيدي، في وسط الأشواك يا سيدي، عيناي تراك يا سيدي، تضمد جرحي تجدد فرحي، يا سيدي عيني لعملاك يا سيدي، نفسي في حماك يا
معنا اتصال من الأخت فائزة. أهلا أخت فائزة، أنت على برنامج ما يطلبه المؤمنون. مساء الخير. مساء النور. شلون كيفك ريما وأخوي سام؟ نشكر الرب على البرنامج الحلو، نشكركم كثير. شكرا على اتصالك أخت فائزة. تسلمين حبيبي، أشكاني أشكرك، أشكركم. أمين. أخت فائزة بتحبي تجاوبي على الأسئلة؟ أي نعم. بالنسبة للتلميذ اللي اختاروه تلاميذ هو بين اثنين يوسف ومتياس، فوقعت القرعة على متياس. ثانك يو. ومعنا سؤال ثاني مع الأخ وسام. يا شنو جاوبت على السؤال الثاني؟ طبعا هو أليشا، نبي أليشا. متأكدة؟ متأكدة مليون بالمية. مليون بالمية. شو تحبين تسمعين ترنيمة أخت فايزة؟ عندي ترنيمة مش ممكن يرتاح قلبك. مش ممكن يرتاح قلبك. مش ممكن يرتاح قلبك. مش ممكن يرتاح قلبك وانت بعيد عن ربك. امين. اكملي. اكملها؟ كل العالم باطل، كله قبض الريح، يلي عايز يرتاح قلبك تعال للمسيح. مهما تعمر في الدنيا بكرة لابد تموت. وسهلا أحبائنا المشاهدين، وصلنا ل يعني نهايات، وأنا لحظات الوداع يعني بتأثر فيه، فما بدنا نحكي الوداع لكننا نحكي نشوفكم مرة ثانية. لكن قبل ما نودعكم معنا الأخت جورجيت. أهلا وسهلا أخت جورجيت. أخت جورجيت. ألو مساء الخير. أهلا وسهلا. بشكركم على القناة الحلوة اللي تعطينا دفع وثقة أكثر بالمسيح. Thank you. Thank you. إلك. حبي اسمها ترنيمة غالي عليك. غالي عليك. ربي أيوة. أنا غالي عليك. أخت جورجيت بتحبي تجاوبي على أسئلة الحلقة؟ ما سمعت الأسئلة مضبوط، هلأ فتحت القناة وحبيت أشارك معكم. طيب، هو في سؤالين سهلين. أوكي. السؤال الأول، إيش اسم أول رسول اختاروا الرسل إنه يكون بدل يهوذا الإسخريوطي؟ ماني متأكدة بس يمكن متياس. Thank you على اتصالك. ومعنا سؤال ثاني مع الأخ وسام. من أوكي. الذي شفى نعمان رئيس جيش ملك آرام؟ منو اللي شفاه؟ ماني مأكدة. يلا أليشا اللي شفاه، سجلي اسمها.
اوكي ثانك يو اخت جورج. ثانك يو لكم. شو تحبين تسمعين ترنيمه؟ غالي علي. غالي عليك. أوكي. ربي انا. خلونا نسمع هاي الترنيمه مع بعض ونرجع نتواصل وياكم. خليكم ويانا. ثانك يو. غالي عليك ربي انا غالي عليك. غالي عليك ربي انا غالي عليك. وغلاوتي مش فيا في محبتك ليا. حطيتني جوا قلبك وشلتني في عينيك. غالي عليك غالي عليك ربي انا غالي عليك. غالي عليك يا يسوع انا غالي عليك. وغلاوتي مش فيا في محبتك ليا. حطيتني جوا قلبك وشلتني في عينيك. غالي عليك مني قليل فعليا وضعيف قدام اي خطيه. وشعوري بالذنب مليل وحياتي فتره ومقصيه. والماضي عمال يطاردني والناس حواليا بتبغضني. والماضي عمال يطاردني والناس حواليا بتبغضني. وما فيش حاجة تسر القلب لكن ثقتي حبك ليا. ده أنا غالي عليك غالي عليك ربي أنا غالي عليك. من جديد مشاهدينا مشاهدي ما يطلبه المؤمنون نرجع وياكم. والوقت مشى 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 بسرعة وخلصت الساعتين إيه الشكل. اجينا نهاية حلقتنا هسه وقت وقت السحبه. السحبه وبعد السحبه بنختم البرنامج بكلمه أكيد. شكر لملك الملوك ورب الارباب. اكيد خلينا نشوف منو الفايز ويانا. هو الكل جاوب صح حتى اللي جاوب سؤال واحد حسبته صح حسبناه صح وحتى اللي ما جاوب حسبناه غلط. خلينا نشوف يعني داخبطها زين. ايه شويه خبطة تطول. اوكي خلونا نشوف منه الفائزة ويانا. ام سرمد. اوه ام سرمد. ام سرمد انت اللي فزتي ويانا بهالاسبوع وهديتك انت راح تكونين يمنا تستلميها. احنا نشكرك ام سرمد ونشكر جميع اللي اتصلوا ويانا بهذا اليوم. قبل ما نختم برنامجنا يا ريت لو اخت ريما تصلين من اجل اللي طلبوا صلوات. امين امين. يعني أنا بحب أشكر الرب من أجل المشاهدين ومن أجل حضور الرب في الوسط. آمين. ومن أجلك ومن أجل العاملين. آمين. اللي خلف الكواليس. آمين. اللي بالفعل عم بيشتغلوا من كل قلوبهم. خلينا نحكي له يا رب أنا بشكرك على حضورك في الوسط. بشكرك لأنه باركتنا بهذا اليوم بسماع الترانيم وبسماع يا رب التسبيح حتى نوجه لك كلمة شكر وكلمة حمد وتسبيح لأنه التسبيح لك لائق. أنا بشكرك يا رب من أجل المشاهدين لأنه المشاهدين يا رب هم سبب فرح في قلوبنا وفي قلبك. ليتك يا رب ما تحقق يا رب سؤال قلبهم. باتي إليك يا رب بطلبة خاصة من أجل الأنتي أم أيمن وطلبة صلاتها لابنها تعطيها مشتهى قلبها. وأيضا من أجل الأخت فرح يا رب تمد يمينك الشافية على أختها زينة من الكانسر وتحقق معجزة حتى يا رب نسمع بكم صنعت في كل إنسان محتاج إن كان لشفاء أو يا رب شفاء للجسد أو الروح أو النفس. باسم يسوع أختم على حلقتنا بختم الروح القدس على حساب الدم. أمين أمين
آمين. آمين. إلى هنا أعزائنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. ملتقانا معاكم كل يوم أربعاء في تمام الساعة 10:00، كل يوم أربعاء في تمام الساعة 10:00 وحتى الساعة 12:00 مساء، من الساعة 10:00 دي الساعة 12:00. ونقولكم تصبحون على خير. آمين. والرب يكون معاكم. مع السلامة.